السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله خدامه في هذا القميص هذا، وقلت علاش لما نشاركش معكم هذه الملاقيه ديال الكورميط بسميتو، بجوج غرزات وبعقيق الزمرد. كتجي شي حاجه يعني شي حاجه خفيفه ودغيا تطلع وزوينه، والمنظر ديالها انيق كما كتشوفوه معايا. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للبدايه غنديروا غنساو هذه الخدمه هذه، وغادي نديروا بحال اللي عاد غادي نبداو. يعني غنضربوا الخيط يعني هنايا في الثوب، وغادي نشدو في الثوب وغنجيو هنايا وغنديروا خيط، وغادي نعمروا جوج ثقات في هذا الخويط هذا. كنديروه بقياس ديال جوج غرزات بهذا الشكل هذا. بالنسبه للخيط مبروم على ثلاثة ديال الشعرات، والعقيق زمرد كديرو على حساب، تقدروا تخدموا بعقيق رقم ثلاثة ولا رقم جوج. انا هنايا خدام برقم جوج، وغادي نرجع في دوك جوج دقات بهذا الشكل هذا. نعاودو نرجعو فيهم. يعني ملاقية ساهلة وخفيفة ودغيا تطلع. ونعاودو نرجعو دقات اللي عندنا الشكل الدائري عندي لتحت. ونضرب هنايا توب. بالنسبه للبدايه مثلا ملي نكونوا الله بادين، غادي نديروا هذا العدد. يعني غنحصلوا هنايا ثلاثه ديال الدقات في التوب، وغنركبوا عقيقه وغنجيو نضربوا هنايا صافي. ما كنحبكوش تملي من بعد، يعني القرميطه اللي كتجي من بعد القرميطه الاولانيه هي اللي كنحبكو، هي اللي كنديرو فيها الحبيك. يعني ملي كنكونوا مثلا غنبداو، غادي نديرو مثلا هكا يعني ثلاث دقات في الثوب، وغادي نديرو عقيقه ونضربو هنايا ونعاودو نديرو. وما غادي تشوفوا معايا كيفاش غنركب العقيقه. وما كنحبكوش يعني في الاول، اللي من ما كنحبكوش هذيك في الاول، ما كنحبكوش على ديك الرنده اللي كنخدم. كما قلت لكم البنات، راه ما كنحبكوش يعني على هاد في البدايه ملي كنبداو ما كنحبكوش. ودابا انا غادي نرجع في هذا سميتو، كنتو اللي غتبداو غتركبوا عقيقه وغادي تستمروا عادي. هنايا غادي نرجع في الدقات اللي عندي، بهذا الشكل هذا، وغادي نشد في الثوب وغادي نحبك. هنايا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، كنتحصلوا على أربعة ديال الدقات في الثوب وكنحبكو. كنحبكو ثلاثة ديال الحبكات بهذا الشكل هذا. وكنشدو هنايا في هاد الغريزة هادي بهذا الشكل هذا. وغادي نركب عقيقة، كنضرب يعني تنضربو هنايا في التوب، وغادي وعقيقة وكنجيو هنايا كنضربو هنايا وغنضربو في التوب بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم قبيله، يعني ملي كتركبوا العقيقة كتضربوا في هذيك البلايصة هنايا، وملي كيمني في البديه وتضربوا في الثوب وتترجعوا بشكل عندكم داك الخويط فاش غادي تعمروا جوج غرزات بهذا الشكل هذا. صافي، غادي نستمروا بنفس الطريقه. كنتمنى يكون الشرح واضح البنات كما كتشوفوا.
خديمه خفيفه ودغيا تطلع كيجي الشكل ديالها زوين. غادي نرجع في الدقات يعني كنمشيو نجيو ونعاودو نمشيو نجيو، يعني كنتا كنتحصلو على ربعة ديال الدقات في التوب بهاد الشكل هدا. يعني عندي واحد جوج تلاتة ربعة وكنحبك بهاد الشكل هدا. غنضرب في التوب، نشد في التوب وغادي نركبو عقيقة. بالنسبة للبران ديال البنات يعني رقم ستة والزمرود رقم يعني نمرة جوج، من الأحسن تخدمو من نمرة تلاتة حيت شوية يعني كيصعب، ماشي كاع العقيق يعني كيدخل ليكم في هاد الإبرة، احسن تخدمو من مرة تلاتة. غادي نقطع هاد الخيط وغنجيو نشدو هنايا، كنضربو في التوب وكنجيو كنشدو هنايا باش كيتكون عندي هاد الخيط هدا. غادي نرجعو فيهم، كنمشيو نجيو كنمشيو نجيو حتى كنتحصلو على ربعة ديال الدقات في التوب وعاد تنحبكو. يعني دائما كنحبكو من هاد الجهة وكنركبو العقيق من هاد الجهة، يعني قاعدة عقلو عليها، دائما كنحبكو يعني من هاد الجهة وكنركبو العقيق من هاد الجهة. كنحبكو على سميتو على اليسر، كنجيو اتجاه اليمين وكنركبو العقيقة على اليمين، كنمشيو اتجاه اليسر. غادي نركب خيط جديد، غادي نركبو خيط جديد كما كتشوفو معايا. غادي نرجعو في الدقات، نحاولو نجبدو هاد الخيط هدا باش يجينا مزير. كيما كتشوفو ودابا غادي نحبك. ديما كنحسبو يعني كنضربو ربعة ديال الضربات في التوب وكنحبك هاد الشكل هذا. كنحبكو ثلاثة ديال الحبكات، كنجي كنشد في هاد الغريزة هادي هنايا وكنشد في التوب، يعني طريقة سهلة ودغيا دغيا 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 يعني كطلع حتى اللي ما فاتليش خدمها، يعني دغيا يعني سهلة دغيا تعلموها.
نركب عقيقة ونجي هنايا ونضرب ضربة بهذا الشكل ونشد في التوب ونجي هنايا تمني يكون طيب عليكم ونشد واحد الغريزة هنايا ونشد في التوب بهذا الشكل ونعمر هذا الخيط هذا بجوج دقات يعني بجوج غراس بهذا الشكل هذا بهذا الشكل هذا غادي نستمروا على نفس الطريقة يعني طريقة سهلة كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا يعني ولا اعجبكم وتعلموا هاد الملاقيات القرميط سهله سهله بزاف يعني ملاقيه سهله صافي تستمروا بنفس الطريقه كتخدموا يعني سامبل كتحصلوا على يعني على 4 ديال الدقات في التوب وكتحبكم وتديروا عقيقه يعني طريقة سهلة كما كتشوفوا صافي كنستمر بنفس الطريقة دابا غادي نحبك صافي وغادي نشد في التوب وغادي نركب عقيقة يعني طريقة سهلة بهذا الشكل هذا ونجي هنايا ونحاولوا نتابعوا ما نشربوش في التوب بهذا الشكل هذا كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا نال اعجابكم وتعلمتوا لهذه الملاقية ديالي سهلة بزاف ويكون الشرح ديالي واضح ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.